قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من معجزات القرآن العلمية، القرآن أيها الإخوة معجز بألفاظه وبأسلوبه، عجز العرب وهم أهل الفصاحة عن إتيان مثله، ولكن أيضا فيه معجزات علمية كشفها الناس في القرن العشرين. فما جاء به القرآن لا يمكن أن يعلمه بشر من قبل 15 قرن، فهذا دليل على أنه من عند رب البشر. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام راء، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، إلى آخر الآية. ألف لام ميم راء، قلنا الحروف المقطعة، كأن لسان حال القرآن يقول للبشر جميعا وللعرب بشكل خاص: أنتم تتكلمون وكلامكم كله من هذه الحروف، الألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والحاء إلى آخره. فإذا زعمتم أن هذا القرآن من صنع محمد فهي الحروف عندكم، اعملوا مثله إن استطعتم وعجزوا. تلك آيات الكتاب، الكتاب أي القرآن المنزل إليك يا محمد من عند الله تبارك وتعالى، لا كما يقول المشركون أنك تفتريه. ولكن أكثر الناس، والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي حق من عند الله وليس افتراء من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قد يقول قائل: أكثر الناس هنا مؤمنين في بلادنا، مؤمنين بالكلام، ولكن الواقع كثير منهم غير مؤمن، لأنه لا يفقه حقيقة الإيمان. كما قلت لكم في حلقة سابقة، ليس الإيمان أن تؤمن بأن الله موجود، لا، كل الكفار يؤمنون بأن الله موجود. الإيمان أن تؤمن أن الذي يستحق الطاعة والعبودية هو الله لا غيره، لا غير الله، الله يستحق الطاعة والعبودية. ولذلك تأتي الآيات بعدها لتبين الإعجاز وتبين أن الله هو الذي يستحق الطاعة. فيقول سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. السماوات سواء أكانت هي هذه النجوم والأفلاك التي المجرة، أحدى هذه الأفلاك الكثيرة في مئات المجرات، شمسنا وقمرنا وعطارد والزهرة وكذا، هذه اسم المجرة، هذه التي فيها أرضنا وكواكبنا، فيها كثير من المجرات. فهذه السماوات رفعها الله، يعني تسير في فلك وكل في فلك يسبحون، لا تقع، ترتفع في السماء في العلو، بغير عمد ترونها، يعني لا يوجد أعمدة ترونها. ويوجد ما يسمونه الجاذبية. ما هي هذه الجاذبية؟ كشفها الناس في القرن العشرين. الجاذبية التي أخبر عنها القرآن قبل 15 قرن: وكلهم في فلك يسبحون. لو نجم من النجوم، بعض النجوم أكبر من الأرض بمئات المرات، حرفت عن مسارها قليلا واصطدمت في الأرض، لم يبقى إنسي ولا جني على وجه الأرض، ولم يبقى بيت. إذن الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني ليس لها دعائم وأعمدة، أو لها دعائم وأعمدة ولكن لا ترونها، وهي ما سموه في القرن العشرين بالجاذبية. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، فهو المتمكن من الكون كله، يفعل ما يشاء. وسخر الشمس والقمر،
هو الذي سخر لكم وذلل لكم الشمس والقمر دائبين مستقيمين ثابتين كلا يجري لأجل مسمى. الشمس تبين لك السنة الشمسية، والقمر يحدد لك الأشهر لتعرف عدد السنين والحساب. فسخر الله لك ذلك من أجل مصلحتك أيها الإنسان. كل يجري لأجل مسمى إلى وقت محدد، الشمس والقمر يجري لوقت محدد. وكشف الناس في تجاربهم وفي المجسمات المكبرات التي يتوجهون فيها إلى الشمس والقمر وإلى المجرات أن المجرة مجموعة شمسية تسير بحركة حلزونية إلى نقطة تتوقف فيها ثم تعود. وهذا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أن من أشراط الساعة أن تشرق الشمس من المغرب، بدل ما تتجه إلى الغرب تعود من الغرب إلى الشرق. يومئذ قال القرآن في آية أخرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن من آمنت من قبل. الكافر قال لك آمنت والله اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم واللي قاله القرآن حق، لا يقبل الإيمان في ذاك الوقت، لأنه إيمان إلزامي وليس إيمان اختياري. فربنا سبحانه وتعالى يقول كل يجري لأجل مسمى، أي الشمس والقمر تجري لوقت محدد. يدبر الأمر رب العزة سبحانه وتعالى، يدبر أمر العالم العلوي والسفلي، والسماوات كلها تجري بنظام ودقة. يفصل الآيات، يوضح لكم الأدلة حتى تعلموا أن العبودية لله والطاعة لله، وتتحرروا من العبودية لغير الله تبارك وتعالى حتى من شهواتكم وأهوائكم. أفرأيت من اتخذ إله هوى، ينبغي أن تتحرروا منها. فإذا أمر الله بأمر تترك أهواءك ومصلحتك وتطيع أمر الله، لأنه أدرى بمصلحتك من نفسك. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي توقنوا بالله إيمانا يقينيا، وتؤمنوا بالمعاد يعني أنكم ستعودون إلى الله فيحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم، فتصدقوا بوعده ووعيده تصديقا صحيحا. عند ذلك تظهر منكم الطاعة الحقيقية، وتخلصوا لله بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو الإيمان الصحيح المقبول. أما غيره أن تقول أنا مؤمن بالله ثم تطيع أعداء الله أو تطيع غير الله وتستحل ذلك، فتكون والعياذ بالله تعالى من المشركين. أسأل الله العافية من هذا البلاء العظيم، وهو الشرك الذي كل ذنب دونه يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.